بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو الأخير بقى في الشابتر الأولاني إن شاء الله عايز ألخص موضوع الكينيماتكس كلها في الكيرف لينير موشن تحديدا، وعملت الحمد لله جدول يا رب يكون مفيد وملخص كل القوانين لحد كبير يعني. والغرض الرئيسي بصراحة من الجدول ده هو إني عايز أوصل معلومة مهمة جدا، وهي إن كل المحاور اللي خدناها سواء كانت هوريزونتال اند فيرتيكال اكسيس في العمود ده، سواء كان راديال اند ترانسفيرس اكسيس في العمود ده، او كان تنجنشن النورمال اكسيس في العمود ده، الغرض منهم هما الثلاثه ان هما يقيسوا نفس الحاجه في كل مره. يا ترى ببص على البوزيشن بتاع البارتيكل ازاي، ببص على الفيلوسيتي بتاعت البارتيكل ازاي، ببص على الاكسليشن ازاي. الفكره كلها ان استخدام تولز مختلفه وادوات مختلفه، لكن في الغرض النهايه لازم يدي تقارير واحده ولازم يدي نفس الحاجه. ما ينفعش البارتيكل يكون في اكتر من مكان في نفس الوقت، هو مكان واحد لكن بوصفه عن طريق اكس واي مره، ار وثيتا مره، وهكذا. فالغرض من الجدول ده هو تثبيت وترسيخ المعلومة دي في أذهان حضراتكم، وعشان كده عملت الجدول ده. الجدول ده هنا أنا عامل في الرول الأولاني ده عامل الجراف مع الأكسيز مع اليونت فيكتورز، فأنا هلقي بالضوء سريعا عليه يعني، مش هقول بالتفصيل عشان الوقت. ده مثلا الباث بتاع البارتيكل، لو شايفينه يا جماعة ده الباث بتاع البارتيكل، وادي النقطة في الوضع ده، فده البوزيشن فيكتور بتاعها، ده ادي الإكس وادي الواي. ده هو الايه البوزيشن. الفيلوسيتي هنا تبقى اكس دوت واي دوت، طبعا الفيلوسيتي فيكتور نفسه هو تانجنشال له الكومبوننت بقى اللي هي الاكس دوت والواي دوت زي ما انتم شايفين كده. اما لو عايز اجيب السبيد كالعاده كاي فيكتور، سكوير روت ده سكوير ده سكوير، عايز اجيب الانجل اللي هي الفي مايل فيها على الهوريزونتال، جاست ان انا اعمل تان انفرس في واي على في اكس. في الحاله دي بالذات لو انا عندي برضو معادله المسار كواي فانكشن في اكس، ممكن اجيب الانجل دي عن طريق واي داش زي ما انتم عارفين طبعا، وعوض بالاكس المناظر اللي هي هنا. جميل. برضو الاكسلريشن، الاكسلريشن طبعا الكيرف بيكون عامل كده، فيكون للداخل شويه، وهتبقى هنا ادي الاي اكس وادي الاي واي. لو الزاويه دي جاما اقدر اجيب تان انفرس اي واي على اكس عشان اجيب الجاما، والاي اكس تبقى اكس دبل دوت، والاي واي واي دبل دوت، والاي زي ما انتم عارفين بقى كمقدار. نيجي للنوع الثاني اللي هو الريديال اند ترانسفيرس. ده الباث اهو يا شباب، ده الباث نفسه لو شايفين، ده كده الباث ودي البارتيكل اهي. اتفقنا ان المسافه من النقطه الثابته للنقطه المتحركه دي اسمها ار، اللي هي الراديال كوردينيت. لو مديته وكملت طوالي كده هيديك الراديال اكسس، عمودي عليه في اتجاه تزايد الزاويه هيبقى الترانسفيرس اكسس، ده المحور نفسه قطري وده المحور المستعرض زي ما نسميه. وبالنسبه للبوزيشن مش هقدر اقول غير ان الار فيكتور عباره عن ار في اليوكاب ار. اليوكاب ار له متجه الوحده في اتجاه الراديال، وليكاب ثيتا متجه الوحده في اتجاه الترانسفيرس. وهقدر اقول هنا ان الفي ار هي ار دوت، والفي ثيتا ار ثيتا دوت، مكانهم فين على الرسمه؟ ادي الفي نفسه اهو، ده الفي نفسه اللي هو تانجنشال، وادي الفي ار على خط الار، وادي الفي ثيتا. ولو عايز اجيب السبيد هيبقى جذر، ده تربيع ده تربيع طبعا. الانجل دي سميناها ابساي، بالذات الانجل دي ليها قانون ظريف شويه اللي هو تان انفرس ار على دي ار باي دي ثيتا، قلنا جه ازاي قبل كده. الاي ار هنا بقى اللي هي ار دبل دوت ماينس ار ثيتا دوت سكويرد، والاي ثيتا ار ثيتا دبل دوت زائد 2 ار دوت ثيتا دوت. قلنا ان كل مركبه من دول دي الراديال اكسلريشن ليها تو تيرمز، كل واحد فيهم عليه 2 دوت، يعني ده ار دبل دوت وهنا في ثيتا دوت ثيتا دوت، وهنا الاي ثيتا برضه تو تيرمز، هنا في ثيتا دبل دوت وهنا في دوت على الار ودوت على الثيتا، وفي 2 كمان معاه. طبعا عايز اجيب الاي كماجنتيود هعمل سكوير روت برضو اي ار سكوير بلس اي ثيتا سكوير، انا بس عشان المكان ضيق فما حبيتش اعملها يعني. نيجي للتي والان، ادي الباث اهو، ده الباث اهو، بيجي هنا فاريبل مهم جدا اسمه اس اللي هو بيتكلم عن الاكتوال ديستانس بقى، المسافه الحقيقيه. تمام. هنا النقطه دي ادي التانجنشال اكسس اهو في اتجاه التانجنت، وادي النورمال اكسس اهي. دي طبيعيه جدا المحاور دي يا جماعه، الفي فيها مركبه واحده بس هي الاتجاه التانجنت، ما ينفعش تكون ليها مركبتين طبعا. ادي في اتجاه التانجنت. اما الاي بقى، الاي اللي ليه مركبتين اي تي بي في دوت في دوت، والاي ان في سكوير على رو. كويس. طبعا الفي هنا هي اس دوت، والاي لو عايز اجيبها كمقدار هيبقى جذر تربيع اي تي تربيع زائد ان تربيع، والانجل اللي بتميل بيها الاي كليه على التانجنشال ممكن تبقى عباره عن اي ان على الاي تي التام بتاعتها يعني. ما ننساش ان المحاور الاكس والواي دي ثابته، اما محاور الار وثيتا دي ده دواره، يعني البارتيكل دي لو بقت هنا مثلا هتلاقي ان الراديال اكسس بقى كده بقى كده، والثيتا بقت كده اكسس يعني، وبالتالي دي محاور دواره بتلف مع الجسم. اما المحاور دي ما شاء الله متحركه بقى، يعني موفبل اكسيس
بتتحرك، لما البارتكل تبقى هنا هتلاقي التانجنت بقى كده والنورمال بقى كده وهكذا. طيب بعد كده كتبت ايه يا جماعه برضه عشان الخص الجدول ده اكتر من حاجه، قعدت اتكلم بقى هنا عن البروجكتايل موشن تحديدا، لان الاي فيكتور هنا فيرتيكال، نيجاتيف جي في اتجاه الجي يعني. وبالتالي بنطبق في الاكس والواي كوردينتس على البروجكتايل موشن هنا، وخدنا الدراسه هوريزونتال وفيرتيكال. يعني اعتقد لما تبص في الجدول ده هتلاقوه سهل ان شاء الله عشان ما نضيعش وقت. انا كنت عامل فيديو خاص بالبروجكتايلز بس حبيت الخصه معاكم هنا. بالنسبه للار والثيتا حبيت افكركم ان الثيتا دوت، ان الثيتا والثيتا دوت والدبل دوت يا جماعه دول بيبقوا انجلر بوزيشن وانجلر فيلوسيتي وانجلر اكسلريشن، ولعلمكم في علاقات تربط بينهم زي العلاقات اللي خدناها في الريكتلينير موشن بتربط بين الاس والفي والاي بالظبط. يعني في تشابه كبير بينهم يعني، بس دول خطيه ودي دائريه بحته يعني. السبيشال كيس بقى في حاله ان السيركل موشن تبقى الار كونستانت، يبقى الار دوت بزيرو والار دوت بزيرو. وهنا بقى في التي والان اتكلمت كتير هنا عن الريديوس كيرفتشر بالتفصيل شويه، قلت ان هو ممكن يبقى الناحيه دي ممكن يبقى الناحيه التانية، المسافه من النقطه اللي انا بدرسها الى مركز التقوس بتاع الكيرف في الحاله ديت. واهم حاجه هنا ان الاي تي بتلعب دور الايه الكليه اللي خدناها في الخط المستقيم، تنطبق عليها كل القوانين اللي خدناها قبل كده تمام. والرو هي عباره عن 1 زائد واي داش تربيع الكل اس على 2 على واي دبل داش جوه الابسوليوت فاليو تمام. تعالى بقى ناخد شويه اسئله يا جماعه بتربط بين المحاور بعض، اسئله بصراحه قيمه جدا، واللي هيحلها يعني هيبقى ما شاء الله ممتاز جدا باذن الله. يلا بينا. المساله الاولى يا شباب بتقول the cartesian coordinates of a point moving in the xy plane are x equals 20 plus 4 t squared، مدين الاكس يا شباب، و and y equals 10 minus t cubed meter. جميل، بيقول لي find the tangential. ايوه يعني بصوا النقله بقى يا جماعه، النقله من الكارتيجين كوردينتس للتانجنشال للنورمال دي هتتم ازاي؟ تعال نشوف. of points acceleration and the instantaneous radius of curvature، يعني هو عايز الاي تي والاي ان وعايز الرو لما التي بكام؟ ب 3 سكند. جميل، تعال مبدئيا نطلع كل اللي نقدر عليه في الكارتيجين كوردينتس بتاعتنا. يعني انا عندي هنا الاكس اهو، الاكس عباره عن 20 plus 4 تي سكويرد، يبقى اقدر اجيب الاكس دوت يا شباب اللي هي عباره عن 8 تي، واقدر اجيب الاكس دبل دوت اللي هي كام؟ اللي هي 8 اللي هي الاكس يعني. جميل، في نفس الوقت اقدر اجيب عيله واي، انا عندي هنا الواي نفسها بكام؟ الواي نفسها ب 10 ماينس تي كيوبد، وبالتالي الواي دوت عباره عن ماينس 3 تي سكويرد، والواي دبل دوت هتكون عباره عن كام؟ عباره عن ماينس 16. جميل، طب الكلام ده كله انا عايزه برضو امتى بقى؟ عايزه يا شباب لما الايه؟ عايزه لما التي بي 3 سكند صح؟ تعالى ناخد هنا خط كده مثلا تاني ونبدا نجيب منها، نبدا نجيب الكلام ده لما نقول بقى هنا ايه؟ ات تي ايكوال 3 سكند. ها هيبقى عندي الاكس بكام بالمره؟ الاكس نفسها هتبقى هنا تي سكويرد، يعني 9 تايمز 4 36، يعني 36 و 20 56 تقريبا، والواي هتكون بكام؟ 10 ماينس 27 يعني ماينس 17 تقريبا. انا مش عايز اقول اكس والواي بس عشان اعرف مكانهم فين يعني. طيب عندي ايه تاني هنا؟ عندي الاكس دوت والواي دوت. يلا يا جماعه الاكس دوت اللي هي في اكس هتكون بكام؟ 8 تايمز 3 هتبقى 24. عندي الواي دوت برضو هنا هتبقى كام بقى؟ هتبقى نيجاتيف 3 تايمز 3 يعني نيجاتيف 3 تايمز 3 سكويرد، يعني ممكن نقول نيجاتيف كام؟ هي دي لما نحط التي بي 3 تبقى 9 تايمز 3 27 يبقى ماينس 27 اهي. واخيرا الواي الاكس دبل دوت بقى، يلا يا شباب الاكس دبل دوت واضح انها كونستنت عباره عن 8، اما الواي دبل دوت فتكون بكام؟ هتكون ب ماينس 18. جميل جدا، بص بقى النقله هتتم ازاي. اولا انا عايز معلومات عن الفي، تعال نتكلم عن الفي الاول البلوستي وحاليا مش مطلوب يا دكتور الفي ماشي، بس انت هتجيب الاي ان ازاي ومحتاج انجل كمان تحلل بيها يعني، شوف دلوقتي عشان ما تستعجلش. بس بالنسبه للفي يا جماعه تعال نرسم رسمه الفي. انا عندي الاكس دوت هنا بوزيتيف ب 24 اهي، ادي الاكس دوت او الفي اكس يعني ب 24 متر بير سكند، وعندي كمان ايه هنا؟
وعندي 27 بقى اللي هي الواي دوت تحت كده اهي، دي هي الواي دوت او البي واي. طالما انا رسمتها لتحت مش هحط النيجاتيف بقى خلاص، يعني هي دي معنى النيجاتيف ان تحت يعني. يبقى الفي كلية فين يا جماعة؟ الفي كلية هنا كده تمام، دي الفي الكلية، هي دي الفي ودي الثيتا. محتاج الاتنين، محتاج الفي كماجنتيود اهو، الفي هي عبارة عن سكوير روت ال 24 سكويرد بلس 27 سكويرد. محتاج الانجل ثيتا اللي هتبقى تان انفرس كام؟ شهادة تان انفرس كام؟ عندي الاوبوزيت اللي هو 27 ديفايد باي الادجيسنت اللي هو 24 قابل المجاور يعني نقسم على 3، يبقى اديني هنا كام؟ اديني 9 اوفر 8. كويس جميل. نيجي بقى لموضوع الاكسلريشن. تمام يا جماعه الاكسلريشن دلوقتي هنرسم رسمه مشابهه دي لدي قوي. انا كان عندي اكس دبل دوت ب 8 وواي دبل بالنيجاتيف برضه، يعني دايما ميرج. يبقى انا هرسم بقى يا شباب، بصوا كده لو سمحت، ركزوا قوي في الرسمه دي. ادي 8 متر بير سكند سكويرد، ودي يعني داون ويرد اهي، دي اللي هي بقى الاي واي اللي هي طالعه ب 18. تمام 18 متر بير سكند سكويرد، دول الاكس والواي. عايز بقى انقلهم للتي والان. طب فين التي؟ التي مع الفي، التانجنت مع الفي. تمام فنقدر نرسم ده، هو التانجنت اهو، ده التانجنت يعني الاي تي اكيد وقع هنا، دي الاي تي، والاي ان اكيد يا شباب بيربنديكولار عليه. طب تتوقعوا فين الدايركشن البوزيتيف بتاع الان؟ هنا فوق ولا تحت؟ الفكره كلها باختصار مع الكومبوننت الاقوى يعني الاكبر، لان هي لازم تبقى بوزيتيف يعني. يعني دلوقتي دي ثيتا مش كده، اللي هي الانجل اللي انا لسه جايبها من شويه، سيب دي وخد دي، تبقى دي برضه ثيتا اهي. اكيد 18 كوساين ثيتا في الغالب هتبقى اكبر من 8 ساين ثيتا، يبقى الان هنا كده عشان 18 يعني. تمام يبقى اتجاه الان البوزيتيف وده اتجاه الاي تي بوزيتيف، يبقى ادي الاي ان هنا كده. تعالوا بقى نعمل حركه ظريفه قوي، ان انا اوقع كل اوقع الاي اكس على خط التانجنت وخط النورمال، احللها يعني، هعمل ريزوليوشن. اصلي العجله واحده في الاثنين، العجله واحده، فالتمانية دي كلها هخليها تحصل لها تحليل يعني على التانجنت والنورمال النيجاتيف هنا اهو من ورا، والايتين برضو تتحلل هنا وهنا، واجمع كل اللي مع ال 18 عشان يبقى التانجنت، واجمع كل اللي مع النورمال مع بعضه عشان يبقى هو ده الاي نورمال. بصوا هتتعمل ازاي بقى يا شباب، لذيذه جدا جدا. ال 80 هتساوي كده، بصوا عارف كان الاثنين دول ايدين وتطبقوا في حته واحده، هما الاثنين ده ينزل كده وده ينزل كده، يعني 8 كوساين ثيتا، 8 كوساين ثيتا بلس 18 ساين ثيتا، 18 ساين ثيتا. طبعا انا عندي الثيتا عندي خلاص، وبالمناسبه دي هتتعلقوا عشان انتوا بتذاكروا تطلعوها 18.77، تطلع 18.77 متر بير سكند سكوير. تعالى نجيب الاي ان يا شباب، يلا تيجي ازاي الاي ان يا جماعه؟ الاي ان هنا يبقى 18 كوساين ثيتا، ما ينفعش تطلع الاي ان نيجاتيف يعني، ده اللي كنت بتكلم فيه من شويه، ماينس 8 ساين ثيتا، ماينس 8 ساين ثيتا، تطلع لنا يا جماعة ب 5.98 متر بير سكند سكويرد. مش فاضل غير ان انا اجيب الرو. انا عندي هنا طبعا الرول بيقول لي ايه، بيقول ان الاي ان ايكوال في سكويرد اوفر رو، معنى كده ان الرو عبارة عن في سكويرد على اي ان، وكلاهما عندي يعني اقدر اجيب الرو هنا تطلع بكام؟ 218.23 متر. نروح بقى للسؤال التاني، يلا يا شباب. مع السؤال التاني بقى يا جماعة، بروجكتايلز اهو جميل جدا، بيقول for the following projectile find. قبل ما اكمل القراية تعالى نبص على الرسم كويس. طبعا بداية مش هينفع اشتغل في اي مسألة بروجكتايل من غير ايه؟ من غير محاور. ده الاكس اكس اهو، ده اعتبر الاكس اكس بالنسبة لي، وده هيبقى الواي اهو يا شباب، معلش ده هيبقى الواي اهو مثلا. خلاص وعندي هنا الانيشال فيلوستي موجوده 150 متر على الثانيه، عندي الانجل اهي، بالمناسبه هي الانجل جيفن عن طريق الترانجل الظريف دون، ادي الفا وادي 4 3 وهنا 5، يعني نقدر ان كوزاين الفا عباره عن 4 على 5 يعني 8 من 10،
وساين ألفا عبارة عن 3/5 × 10. جميل. تان طبعا 3/4. المهم عندي ايه تاني بقى؟ عندي احداثيات النقطة ديت، عندي الواي بتاعتها بسالب 150 زي ما انتوا شايفين، والاكس غالبا بقى مطلوبة دلوقتي يعني. ادي فعلا اول مطلب، اول مطلوب هو ده horizontal distance r. يبقى على طول ال equation of both تظهر اهي، y equal x tan alpha minus g x squared over 2 v a squared، ونسميها ايه؟ cosine squared alpha. نبدأ نعمل substitution. يبقى انا عندي هنا ال y اللي هي بالنسبة لي سالب 150 بالسالب يا شباب عشان تحت x axis. ال x هي ال r اللي عايز اجيبها، tan alpha اللي هي 3/4 يعني 5%، وبعدين ناقص g 9.81 x اللي هي r squared على 2 v initial اللي هي 150 squared، كوزين ألفا ب 8/10 تربيع تبقى 0.64. يبقى كده معادلة من الدرجة التانية، حلها بالكالكيوتر مود 5 3 على طول. حط مثلا الكوفيشن ده بالبوزيتيف أظرف يعني، وده يكون بالنيجاتيف بقى، وده سي، وتطلع هنا خالص، تطلع هنا بسهولة خالص يعني. الأول تطلع ب 2386.4 متر. أدي أول مطلوبة. تاني مطلوب بقى عايز ايه؟ عايز التايم the maximum height can be reached by the projectile from the ground. From the ground ماشي. تعالى يا جماعة بسرعة كده، هنسمي النقطة دي سي، اللي هي أعلى نقطة ديت هنسميها سي. الحتة دي يا جماعة اللي هي ايه؟ اللي هي واي سي، يعني ارتفاع لغاية سي. لكن من هنا لغاية الأرض بقى هزود 150 دي. طب بنجيب واي سي ازاي؟ في قانون اللي حافظه يعرف يعوض فيه، مش مشكلة. اللي ناسي القانون بطبقه بمنتهى البساطة، بجيبه قصدي بمنتهى البساطة عن طريق القانون ده. في واي سكويرد ايكوال في اي سكويرد ساين سكويرد الفا ماينس 2 جي واي، مع العلم ان الفي واي هنا بكام يا جماعة؟ بقى بزيرو. الفي واي ده يا جماعة بكام؟ بزيرو هنا كمان. تمام. فكأن ده بقى ايكوال خلاص، وتبقى الواي اللي هي واي سي دلوقتي، واي سي تبقى عبارة عن في اي سكويرد ساين سكويرد الفا على 2 جي، يعني هتطلع لي في الاخر بقى الواي سي بكام؟ تطلع لي ب 412.84 متر. عايز اجيب بقى الاتش كابيتال مثلا من الارض، هم واخد الواي سي ديت ومجمع عليها ايه؟ ال 150 عشان اوصل لغايه الارض يعني، مش مشكله. تمام. طيب نمبر 3 بقى. نمبر 3 تايم فلايت. تايم فلايت دي على طول بجيبها منين؟ الاول قصدي بيها تايم فلايت، قصدي بيها الزمن اللي ياخده المخزوف من ايه لغايه لما يوصل عند بي. نجيبها من الاكس كومبوننت طبعا، من الاكس قصدي ايكويشن اسهل. الاكس ايكوال في اي كوزاين الفا، كل ده مضروب فين؟ في التايم. يعني اقدر اقول ان تي بي بمنتهى البساطه بقى هيبقى عباره عن اكس يا شباب اللي هي الار اللي جبتها من شويه، على ال VA اللي هي 150 في كوزين ألفا اللي هي 8/10. يطلع لنا الزمن، هيطلع لنا ب 19.89 second. جميل. السؤال الرابع بقى هو اللي جميل جدا، اللي فات ده كله خدتوه قبل كده في درس البروجكتايل. هنا بقى النقلة برضو للتي والان والرو. انا عايز في رقم 4 اي تي و ان ورو عند كام مكان بقى؟ كذا مكان. عند بوينت A اللي هي البوينت اوف ريليز او بروجكشن يعني، وعند بوينت B ذا لاست بوينت ان ذا باث، وعايز البوينت اوف ذا ماكسيمم هايت. عايز عند كل نقطه من دول اجيب الاي تي والاي ان والرو. هي القصه واحده، القصه واحده صدقوني، واللي هيركز معايا ان شاء الله هيستفيد قوي، ولكم على طريقه سهله تحلوها بيها ان شاء الله. بصوا معايا يا شباب، تعالوا الاول نقسم الصفحه لثلاث حتت. هنا عايز اجيب الكلام ده مثلا ات اي، عند نقطه اي. بصوا يا جماعه، رتبوا الموضوع، رتبوا الموضوع كالاتي. اول حاجه ترسموها، ارسموا جزء من الباث كده، جزء صغير من المسار يعني اهو. تمام. ولتكن دي ان الاي خلاص. نصيحه بقى، اعملوا الاتي بالظبط كده. رقم واحد جزء من المسار مع ايه؟ مع الاكس والواي. ادي الاكس اهي ودي الواي اهي. يا ريت ترسموها يعني ممتده من طرفين يعني. تحديدا بقى عند الواي اللي تحت كده نحط مين؟ نحط الجي اللي هي الحاجات الجاذبيه الارضيه اللي مش غيرها اصلا دلوقتي، بس على الجسم. يبقى رقم واحد ارسم الاكس والواي.
افقي والرأسي وتحت حط الجيم. رقم 2 ارسم بقى ايه التانجنت والنورمال، اخليها لون تاني احسن عشان تبقى اوضح شوية. ده يبقى التانجنت مثلا يا شباب، معلش بس ان هو ده التانجنت مش مشكلة، ده التانجنت تمام، وده يكون النورمال. طب فين اتجاهات الموجبة؟ واحدة واحدة. على التانجنت هتحط لي حاجتين، هتحط لي الفي طبعا ما اعرف اتجاه الحركة فين، وتحط الاي تي. هنا الاي تي الناحية التانية ليه؟ لانها ديسيليريشن بتبطئ الجسم، الجسم هو طالع كل ما بيطلع سرعته بتقل، فالاي تي الناحية التانية. هنا بقى الاي ان لازم تبقى تحت مركز التقوس. فاضل حاجة صغيرة، اي فاضل انجل، الانجل اللي هي الفا صح؟ مش الانجل دي هي الفا، اسيب دي واخد دي، يبقى دي برضه الفا عشان طريق التتميم، يعني اللي دي بلس دي 90 ودي بلس دي 90. جميل كده، نقدر نقول بمنتهى البساطة هعمل تحليل سهل جدا، يبقى الـ AT يا شباب ما هي إلا ماينس جي ساين ألفا، والساين ألفا اللي هي بتاعت 6/10 عندي ماينس جي ساين ألفا. طب والـ AN؟ الـ AN تبقى جي كوساين ألفا. طب والرو؟ الرو عند A طبعا، كل ده عند A، ها AT عند A وبرضه الـ AN عند A، والرو عند A هتعبر عن في سكوير A على ايه ان عند ايه. واضح يا جماعه؟ لاني مين في عدد الروم على ايه ان عادي. جميل جدا، ادي كده اول ايه يا شباب، اول واحده عند ايه، انا عايز اجيبها عند ايه وعند بي وكمان عند الماكسيمم هايت. يلا عشان تحس ان الموضوع بفضل الله سهل بيتكرر تاني، يلا ها ات بي. يلا تعال نراجع مع بعض كده، فهمت ولا لا؟ اول حاجه ها عايزين نرسم ايه، جزء من المسار، جزء صغير كده اهو، ولتكن بقى دي البي بقى خلاص يعني. ماشي، ها نرسم ايه بعد كده؟ حد فاكر؟ الاكس والواي، نعمل عند الواي كمان تحديدا نحط هنا الجي. جميل، نرسم بعد كده التي والان، ادي التانجنت اهو يا شباب مثلا، لا نخليه احسن واضح شويه، ادي التانجنت اهو وعلى اليمين طبعا عليه الفي كان الجسم كان هينزل كده، وادي النورمال. طبعا هنا الاي تي هتبقى هنا المره دي بقى عشان بتزود سرعه الجسم، ودي الاي ان محتاجين انجل تساوي دي ان في بي بقى، دي ان في بي الانجل بنحب نجيب الانجل اللي بنميل بيها التانجنت على الهوريزونتال، يعني دي يعني طبعا دي هي هي، سيب واحده خد التانيه هي هي دي، سيب واحده خد التانيه هي هي دي، تعال نسميها ثيتا بي، يعني الزاويه اللي بين بيها الفي عند بي عند نقطه بي. يبقى نقدر نقول بمنتهى البساطه بقى هنا الحمد لله ان الاي تي، الاي تي المره دي بوزيتيف بقى، هي جي كوساين ثيتا بي. طب والاي ان؟ الاي ان هي عند بي برضو، كده انا عند بي، الاي ان عند بي يا شباب هتبقى كام؟ هتبقى جي كوساين ثيتا بي، كوساين ثيتا بي، معلش هي اللي فوق دي ساين بقى، سوري اللي فوق دي ساين، معلش مع الاستعجال بقى، دي هتبقى ساين تيتا بي، والاي ان جي كوزاين تيتا بي. تمام، طيب الرو، الرو هتبقى كام؟ الرو عند بي هتبقى في سكوير دي بي ديفايد باي كام؟ ديفايد باي الاي ان عند بي برضه. طب واحد يقول لي احنا ما عندناش الاي الفي بي ولا تيتا بي، هنجيبهم حاضر، هنحط هنا بند دلوقتي تو جيت في بي انت تي، بس قبل ما اجيبهم تعالوا نكمل برضو الايه الحته بتاعت الماكسيمم هايت عشان تحس ان الموضوع مترابط ومتكامل وبيكرر مش اكتر من انا بغير النقطه اللي بتكلم عنها بس. يعني هنا بقى عند اعلى نقطه في هديه يا شباب، يعني في حاجه ظريفه جدا. يلا حد فاكر بنرسم ازاي؟ جزء من المسار اهو عند اعلى نقطه، ادي التانجنت، ده التانجنت هنا المره دي عامل زي الاكس اكسس بالظبط بارالي يعني، ودي النورمال اهو، هيبقى parallel للواي اكسس، هي دي الجي وفي نفس الوقت هي هي الاي ان بقى خلاص، ودي الفي الكليه خلي بالك اللي هي منطبقه على مين زي ما اتفقنا، هي هي الفي اكس اللي في الاول خالص الفي اكس نوت يعني. جميل، ده اتجاه التانجنت يعني. فهنا الاي تي بكام؟ انا عايز اي تي بزيرو صح يا جماعه؟ لان الاي ان الاي كلها رايحه مع مين؟ رايحه مع الاي ان اللي هي الجي، مفيش يعني مفيش هنا ايه تنجيشن اكسلريشن. طب الرو كام هنا يا شباب؟ الرو كام؟ عادي جدا الرو
عند A عند C، احنا مسمين النقطة دي C يعني، فاكرين؟ هيبقى الـA الـRho عند C ده عبارة عن V سكوير عند C على الـA n. الـ V سكوير عند C بالمناسبة هي هي الـ 150 في كوزين ألفا اللي كانت 8/10 على الـA n اللي هي الـ G، بس تطلع الـ Rho خالص عند C. طيب نرجع تاني للموضوع بتاعنا، ازاي اجيب الـ VB والـ A والـ theta B؟ اسهل طريقة بصراحة عمال قايل كده، ان الـ V سكوير عند B هتساوي الـ V سكوير عند A اللي هي الأولانية ماينس 2GY، والواي بسالب 150، سالب 150 اه، والـ VA كمان 150 تربيع، يعني هطلع الـ VB من هنا بسهولة. وبعدين عشان اجيب theta B هستغل ان الـ VBX هي هي الـ VAX، استغل حاجة زي كده. ال VBX اللي هي مين؟ اللي هي VB كوزاين تيتا بي، وال VAX اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي ال VA نفسها اللي هي 150 في كوزاين ألفا اللي هي 8/10. أقدر أجيب بقى من هنا مين؟ تيتا بي. تمام؟ طبعا في طريقة تانية، إن أنا بالتايم أجيب ال VY عند B وأقوم جايب الجزء التربيعي مجموع مربع ال VBX وال VBY، وعشان أجيب ال VB كقيمة، وعشان اجيب الزاويه هعمل ال في بي واي على ال في بي اكس. طيب اخر مطلوب بقى يلا عشان نخلص، عايز اتنقل برضو للار والثيتا، تخيلوا يعني برضو بيخشوا على بعض عادي. فور ذا بوينت اوف ماكسيمم هايت، المره دي اخترت الماكسيمم هايت بس، بقى عايز الار والثيتا والفي ار وبي ثيتا واي ار وثيتا، العيله كلها يعني. ماشي يلا مع بعض واحده واحده، بسم الله. ادي يا شباب مثلا الايه ونعتبر ان ده جزء من المسار اهو لغايه لما اوصل للماكسيمم هايت اللي هي سي، سميناها احنا سي مع بعض مش كده؟ كويس. يبقى ادي بقى يا جماعه مين ده؟ الار اهو، ده الريد الاكسس اهي يا شباب مثلا اهو، ده الريد الاكسس، ودي نفسها الار الصغيره بتاعتنا كاحدية سي. لو انا واخد ده الهوريزونتال ودي ثيتا، ثيتا دي غير الالف خالص بتاعت الفيلوست، مالهاش دعوه بيها خالص يعني. ادي كده مثلا ايه يا جماعه، معلش بقى، ادي اتجاه التزايد بتاع ثيتا، يبقى ده ثيتا اكسس اهو. تمام، عايز اجيب الار. حلو قوي، انا جبت الواي سي صح؟ فاكرين الواي سي جبتها وانا بحسب الماكسيمم هايت، يبقى انا محتاج اجيب مين؟ محتاج اجيب الاكس سي برضو. ليه؟ اصل الار، الار يا جماعه ما هي الا جذر اكس سي تربيع زائد واي سي تربيع. حلو، انا محتاج الاكس سي بس، يعني الاكس سي اكتر من طريقه. تعال ناخد الطريقه السريعه اللي هي الواي ايكوال اكس تان الفا ماينس جي اكس سكويرد على 2 في اي سكويرد كوزاين سكويرد الفا، مع العلم ان ايه بقى يا شباب؟ ان الواي هنا بكام؟ الواي سي يعني، يعني ادي واي سي وادي اكس سي وادي اكس سي، لما اعوض بكام ده كله هيديني الاكس سي، تطلع لنا ب 11,009 متر. وبالتالي اقدر اجيب الار بقى، هتطلع الار من هنا على طول عشان ننجز كده، تطلع الار يا جماعه ب طلعت الار يا شباب ب 11,075.8 متر. طب والثيتا تيجي ازاي؟ الثيتا تبقى تان انفرس واي سي على اكس سي، وهتطلع ب 20.6 دجري. جميل جدا، ادي اول حاجه ار وثيتا. طب عايز اجيب الفي ار والفي ثيتا بقى، ده المهم بصراحه برضو. بصوا يا شباب دلوقتي دي الفي، ده الفي هيبقى تانجنشال كده شايفين، ده الفي الكليه، الانجل دي هي هي دي بالكورسبوندنج انجل صح اللي هي تناظر يعني. طيب خلاص حلل الفي، تقع على الار مره وتقع على مين؟ على الترانسفيرس المره، ترانسفيرس اكسس مره بس بالنيجاتيف بقى، يعني اقدر اقول ان الفي ار، لاحظوا ان الفي هنا بكام فاكرين؟ الفي هنا هي الفي اكس اللي هي 150 في 8/10، او ممكن نخليها 4/5 بقى، يعني 30/40 في 420 متر على السنة. يعني بكل بساطة هقدر اقول ان الفي ار اللي هي الار دوت يعني عبارة عن 120 كوزان ثيتا، 120 كوزان ثيتا، انا لسه جايبها فوق ديت خلاص خلصت. طب الفي ثيتا هتبقى سالب بقى عشان في عكس اتجاه تزايد ثيتا، سالب 120 في كام يا شباب؟ 120 ساين ثيتا. طب الاي ار والاي ثيتا سهله جدا برضو، ليه؟ دي الاكسلريشن تحت يا شايفين، دي الاكسلريشن اللي هي الجي يعني مفيش غيرها.
جميل، عايز احللها بقى مره في اتجاه الار بس هيبقى بالنيجاتيف وبرضه تبقى بالنيجاتيف. يبقى اقدر اقول هنا ان الاي ار هتكون عباره عن نيجاتيف جي اخبار الزاويه. هنا ايه بقى الزاويه دي؟ يعني ثيتا، شايفين يا جماعه دي هي دي ثيتا برضه، يبقى نيجاتيف جي ساين ثيتا. واقدر اقول ان الاي ثيتا هتكون بنيجاتيف جي كوساين ثيتا. تمام كده السؤال خلص الحمد لله. فاضل لنا كمان سؤال نخلص بقى ان شاء الله. السؤال الثالث والاخير بقى يا شباب، بيقول لي هنا when theta equal 15 degrees، لما تكون الزاويه دي ثيتا ب 15 درجه، the car has a speed of 40 meter per second. دي الداتا اهي موجوده اهي، ان السرعه ب 40 والزاويه ب 15 which is increasing at 6 meter per second squared. مين دي يا جماعه؟ دي ال 18. ها دي ال 18، عرفت منين؟ بيتكلم على ال rate of increase of speed، يبقى دي ال 18. طيب determine the angular velocity اللي هي theta dot and angular acceleration اللي هي theta double dot the required يعني of the camera tracking the car at this instant. جميل جدا، يبقى هو عايز theta dot وعايز theta ايه double dot. ومدين هنا هنت كده ارشاد ان الرو ممكن تطلع من الاحداثيات القطبية بالقانون ده، ودي احد المعلومات اللي كنت عايز اوصفها لكم عن طريق المسألة دي، ان ممكن اجيب الرو عن طريق الار والثيتا برضه. لاحظوا ان ار ثيتا هنا وار ثيتا ثيتا معناها دي ار باي دي ثيتا ودي 2 ار باي دي ثيتا سكويرد. طيب واحده واحده بس، تعالى واحده واحده، انا عايز اجيب ايه الثيتا دوت دلوقتي. الثيتا دوت موجوده فين يا جماعه؟ موجوده في الفي ثيتا. يبقى هو باختصار عايز ينقلني من التانجنت، لان ال 40 دي على التانجنت اللي هو الفيلوستي على التانجنت، عايز ينقلني من التانجنت للار والثيتا. يبقى واحده واحده بسرعه كده، تعالى يا جماعه ادي مثلا ايه وليكن عايز ارسم الخط الواصل من النقطه الثابته للنقطه المتحركه اهو، ومده كمان شويه، انا عايز اخليه واطي شويه عشان زاويه صغيره. تمام، وفي نفس الوقت بقى نرسم الترانسفيرسال اكسس اهو، بيبقى بيربنديكولار. طبعا هيبقى بيربنديكولار يا شباب، عايز بس ابعد شويه معلش، يعني هيبقى عمودي على اتجاه الار كده مثلا. تمام، طب فين بقى التانجنت؟ التانجنت اللي هو الفي، الفي هيكون كده زي مثلا العربية، يعني واضح انها كده مثلا شوية، لا سوري، هتكون الفي كده مثلا. عشان نبدأ الفي مثلا تقريبا اهي، ومحتاجين بقى ايه هنا؟ تعالوا نركز مع بعض كده، هنلاقي ان ادي الفي نفسها، عرفت انها على التانجنت طبعا هي ب 40 دي 40 متر على الثانية، اخليها دي خلاص مش مشكلة. وعندي اكيد بقى دي الفي ار، ان ده الريدير اكسس اهو وادي الترانسفيرس اكسس وادي الثيتا ب 15 اهي. لاحظوا يا جماعة ان انا عندي علاقة مهمة جدا وتربط ان ار بثيتا، جيفن اهي ار بثيتا، ودي بقى هتبقى الفي ار ودي الفي ثيتا، واضح ان الفي ار بالنيجاتيف يعني. جميل، انا عندي مشكله مش معايا زاويه يا جماعه، انا هحلل ازاي من غير زاويه؟ تيجي هنا بقى فايده الابساي، لو تفتكروا الابساي يا شباب اللي هي الزاويه اللي بيميل بيها التانجنت، التانجنت ديت على مين؟ على الريدنال اكسس. هجيب بقى تان ابساي عن طريق ايه؟ حتى انتم ممكن تحفظوها من هنا، هي الابساي دي اللي هي الزاويه دي، الزاويه اللي بتربط مين بمين يا جماعه؟ الزاويه اللي بتربط ما بين الراديال وما بين مين؟ وما بين التانجنت. كويس، يعني عبارة عن في ثيتا على في ار، الفي ثيتا ار ثيتا دوت والفي ار ار دوت، فهنقسم هنخليها ار دوت على ثيتا دوت تحت يعني، فيديني دي ار باي دي ثيتا. قلت الكلام ده بتفصيل في الفيديو بس بقوله تاني دلوقتي معاكم اهو. طب اجيب دي ار باي دي ثيتا ازاي؟ هو انا عندي الار نفسها اهي، الار كجيفن عبارة عن 100 كوزين 2 ثيتا. طيب سهل قوي، يبقى دي ار باي دي ثيتا هتبقى عبارة عن ايه يا جماعة؟ ماينس 2 تايمز 100 يبقى 200 ساين ثيتا. اوعى حد يقول لي اضرب بقى في ثيتا دوت، لا ده انا عايزها بس كده، هحط بقى ثيتا ب 15 يبقى نقدر نقول تان ابساي تطلع بي ار، يعني نحط بقى هنا كوزين 30 جذر على 2 يعني 50 جذر 3
على هنحط هو السالب ده عشان الاتجاه، فمش هنحط السالب بقى مش مشكلة، هيبقى ساين 2 ثيتا، معلش هنا ساين 2 ثيتا تبقى ساين 30 يعني نص، يعني 100، نحطها على 100. المهم حسبنا احنا ابسايد، طلعت لنا يا شباب بكام بقى ابسايد يعني ب 40.9 40.9 تمام. كده خلاص بقى ال VR اللي هي R دوت ها بقت عبارة عن ايه؟ نيجاتيف 40 كوساين ابسايد، وعندي برضو ال V ثيتا اللي هي R ثيتا من ناحية، ومن الناحية التانية كتحليل هتبقى عبارة عن 40 يا شباب 40 ساين ابسلاي، وبالتالي اقدر اجيب مين؟ الثيتا دوت. الحمد لله تمام. الثيتا دبل دوت بقى موجودة فين؟ نيجي بقى نشوف موضوع الثيتا دبل دوت دوت، هي موجودة فين يا جماعة؟ موجودة في الاي ثيتا تمام؟ يعني الاي ثيتا عبارة عن ار ثيتا دبل دوت بلس 2 ار دوت ثيتا دوت. طب جميل، الثيتا دوت عندي والار دوت عندي والار عندي طبعا، انا بس محتاج الاي ثيتا ضروري جدا، اجيبهم منين؟ اجيبهم من الاي تي والاي ان. ما هي الاي تي فين يا شباب؟ تعالوا نجيبهم بس بلون تاني كده عشان تبقى العمليه واضحه. الاي تي هنا، دي الاي تي عشان اتجاه التانجنت، اتجاه التانجنت دي الاي تي، وعندي جيبن اصلا الاي تي ده ب 6 صح؟ الاي تي ايه 6. طب الاي ان مش عندي، عشان كده بقى مديك الرول ده، الرول ده الاي ان اللي هي هنا، الاي ان بقى هيبقى اتجاهها كده مثلا يا شباب اهو، دي الاي ان ناحية مركز التقوس مثلا، هجيبها عن طريق مين؟ هجيبها عن طريق الرول ده. لاحظوا ان الرول هنا يا جماعة مش صعب خالص، انا كل اللي هعمله انا جبت اصلا دي ار باي دي ثيتا، محتاج ان اجيب ايه كمان؟ محتاج ان اجيب ار ثيتا ثيتا اللي هي دي 2 ار باي ثيتا سكويرد، فمش صعب خالص. انا هسيب ده كتمرين ليكم بصراحة معلش عشان الوقت بقى. فانا هعتبر اوريدي ان الار عندي لما الثيتا ب 15 طبعا، ومنها هجيب مين بقى؟ هجيب الـ AN، يعني هعتبر الـ AN عندي اللي هي V سكوير على رو. اللي أنا عايز أعلمه لكم إزاي أجيب من الـ AT والـ AN الـ A ثيتا. هي الـ A ثيتا عايشة فين يا جماعة؟ عايشة هنا تمام؟ فكل اللي أنا هعمله إن أنا هحلل الـ AT. لو عايز أجيب الـ AR أعمل إيه؟ الـ AT الـ AR هخلي الـ AT والـ AN كأنهم بيسقفوا كده هما الاتنين، يقعوا هما الاتنين على مين؟ على خط الـ R كده. طب عايز أجيب الـ A ثيتا، هتبقى ال AT ساين إبساي، وهتبقى ال AN فين يا شباب؟ في طبعا هي مين يقول لي فين اتجاه الموجب؟ طيب يعني هخليها هنا مثلا، طبعا إبساي دي موجودة هنا برضو، دي إبساي برضو صح؟ دي إبساي، تبقى ال AN كوزاين إبساي دي بالنيجاتيف طبعا عشان أنا واخد اتجاه البوستيف لفوق، ده اتجاه تزايد ثيتا، وعندي ال AT كوزاين إبساي ساين إبساي بالبوستيف تمام؟ يبقى هقدر أقول هنا إن ال A ثيتا يا شباب ال A ثيتا تطلع بين ها ال A T ساين إبساي، ال A T عندي اللي هي ب 6 بيت ساين إبساي، وبعدين ماينس بقى A N اللي احنا قلنا هنجيبها بسهولة إن شاء الله، A N كوزين إبساي. بالطريقة دي هطلع مين؟ هطلع ال A ثيتا اللي هي كانت ناقصاني عشان أطلع مين بقى؟ الثيتا دبل دوت. كده نكون خلصنا الشطر دوت، أرجو أن تكونوا استفدتوا الحمد لله من الفيديوهات ديت، وربنا يوفقكم لكل خير إن شاء الله يا شباب، مع السلامة.